مرابطون علي، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأكارم في هذه الليلة الكبيرة، في هذه الليلة اللي تحتفل بها موريتان بأول تأهل لها لبطولة أمم إفريقيا. 58 سنة انتظرها الموريتاني باش يعود يحتفل بتأهله لبطولة أمم إفريقيا، أهم بطولات القارة. اليوم كل الموريتانيين من جنوب موريتانيا الغرب هل شمال هل شرقها خاضوا الليلة باش يحتفلوا هون في نواكشوط، في النعمة، في العيون. تهاني وصلت موريتانيا من مختلف الهيئات الكروية العالمية، سواء من فيفا ومن غيرها وحتى من لاعبين دوليين، هنوا موريتانيا على فوزها الليلة وعلى تأهلها التاريخي لبطولة أمم إفريقيا. تأهل استحقته موريتانيا، ما جبرته قطعا حظ، ما جبرته ضربة حظ، جبرته بشجاعته وبسالة لاعبينها وفريقها الفني وعمل اتحادية الموريتانية لكرة القدم. الليلة قطعا يلا تعود فخورة بهذه البسمة وذا الفرح اللي رسمته الليلة على كل موريتاني. الليلة لاهي نحتفلوا معاكم. ليلة الكلام دي عنه لا يعود إلا تعبيرا عن الفرح. الليلة ما فهم شيء يناقش، ما فهم شيء قطعا نقاط تطرح الحروف، هي فقط حلم وتحقق الليلة بتأهل موريتانيا بطولة أمم إفريقيا. رحب الليلة معايا بضيوفي محمد ولندح المسؤول الإعلامي المتحدث باسم الاتحادية الموريتانية لكرة القدم. مبروك تأهل موريتانيا والفوز. نرحب بالزميل بشير والسيدينا صحفي رياضي، صحفي بالقناة الرياضية وصحفي مهتم بالشأن الرياضي. مبروك الفوز. مبروك تميم، مبروك لكل الشعب الموريتاني. كم ياسر تكتبوا عن المنتخب انه لحقوا يصل للدرجه. صحيح وذي النقطه لله. والحمد لله اللي عشنا اللحظه اللي عشناها وعاشت الموريتانيين اللي قطعا الى الان ما في اندفاع ترجع لمنزله. هون قطعا متاكد بعد من نواكشوط اللي مثلا حاله المرور فيها الليله ما يقدر يقاش يقطع خطوتين الليله، مزامير السيارات، الاحتفال. وهذه صوره من قرب قصر المؤتمرات جنب الملعب المركب الاولمبي هنا بالقرب من كرافور مباني التلفزه الموريتانيه. هذه صورة الفرح هون، الفرح أمام فندق موري سانتر حيث يقيم المنتخب الوطني بأعداد ربما قطعا أكثر من الأعداد اليوم اللي وصلت ملعب شيخة والبويدية، اللي قطعا حسب القائمين على الاتحاد يحتضن 8000 مشجع، واليوم قطعا كان الرقم أكثر من 8000 قطعا حضرت مباراة اليوم، سواء داخل الملعب سواء خارج جنبات الملعب، وحتى مرافقتها للمنتخب الوطني من عند استاد شيخة والبيدية الى وصوله لحيث يقيم المنتخب الوطني معسكره في فندق موري سانتر. شو تقول في الليلة محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شاكركم. انا بدوري نبغي ننتهز هذه الفرصه نهنئ الشعب الموريتاني، نهنئ الشعب الموريتاني كامل اللي واضح لانه فرح الليله كامل هذه اللحظه التاريخيه اللي كنا ننتظروها كاملين ومولي. بالحقيقه كما ذكرتم في التقديم، الشعب الموريتاني انتظر بفارغ الصبر انه يوصل منتخبه لهذه المرحله اللي وصل لها حاله التاهل لنهائيات كاس الامم الافريقيه لاول مره. الاتحاد الموريتاني لكره القدم اشتغل خلال السنوات الماضيه على الوصول لهذه اللحظه، على ان الشعب الموريتاني يفرح بين اللي عندنا قناعه في الاتحاد الموريتاني. الموريتاني ما خير من الناس الاخرى، الى عاده الدول الاخرى عندها لاعبين، نحن عندنا اللاعبين، الى عادوا عندهم المدربين عندنا المدربين، الى عادوا عندهم الناس الاذكياء والعباقره والمفكرين وغيرهم، نحن هم اللي عندنا. ايش كان يخصنا؟ كان يخصنا التنظيم، كان يخصنا العمل، كان يخصنا اساسا الايمان بان نقدوا نعدلوا اللي عدل العالم الثاني. وبالتالي وصلنا للمرحله اللي هي اللي حققناها. الاستاذ تميم تتعرف ويعرف غيرك على كره القدم اللي تعدل للشعوب، ما تعدلوا اي مساله ثانيه. افيون الشعوب كما يقولون، يسموها دائما هي كره القدم افيون الشعوب. هي الوحيده اللي تقدر تفرح الناس كامل بمختلف الوانها، بمختلف توجهاتها الايديولوجيه والسياسيه والاداريه وكل شيء، تجبر الناس المعارض والموالي وغيرهم يفرحون. اليوم في الملعب كان بجنبي نشوف الناس اللي معارضه، ونشوف الناس اللي في الموالات، ونشوف الناس اللي بين ذاك المحايده، ونشوف الناس اللي خور. في كره القدم عاده انتماء وحيد، انتماء للوطن
وانتماء للفريق اللي يحمل ذاك الشعار. هو وقع اللي جسدوا الفرحه الليله وجسدوا التماسك اللي كان خلف. والله لين اقتبس لك كلمه قد قالها رئيس الاتحاد يستقبلوا حد قال له تو ما تم تكلوا ديروا رئيس الاتحاد سيد الاخ احمد اللحيه قالوا له ما تم تلونوا ليكيب. قالوا احنا بالنسبه لنا في المنتخب الوطني عندنا كولير واحد هو الوان العلم الوطني هذه هي الالوان، لكن اللي حامل القميص الوطني هو اللون اللي نخرصه. موريتانيا اليوم تجسدت فيها لوحه رائعه شفتها برئيسها ومرؤوسها كاملين فرحانين بان حققنا المسيره اللي هي حققنا التاهل التاريخي، وهو انجاز في الحقيقه ما هو لا انه فقط وصلنا لنهائيات كاس الامم بل على انه عاقب المرحله دور تعود في موريتانيا اخرى لان عندنا من الامم الكرويه اللي نحسب لنا حساب. شكرا لك محمد النداح. طبعا المنتخب اليوم وربما هي صدفه لانه القميص اللي يلعب به المنتخب الوطني اليوم وفاز به هو القميص اللي يحمل الوان العلم الوطني. عاده المنتخب الوطني عنده عده اقمصه يلعب بها مباريات دوليه، اليوم لعب بالقميص اللي يحمل الوان العلم الوطني. صحيح هو هذا القميص اللي قاعد شرف انا الليله لعني يعني لابسه باش. صحيح. اولا انا ايضا نهنئ الجميع، نهنئ الموريتانيين في الداخل، الموريتانيين هون في العاصمه، الموريتانيين في الخارج. هذا الحلم اللي نحن مازالنا ننتظروا هذه اللحظه، حتى اني جت اللحظه انا درك مزت نبقي نصدقها. انا ما تجدت عليا وقعنا كامل اليوم كما قلت كان اللوحه في الملعب. نقول لك انا ما تقطع عدل سياسي ابدا، اللوحه اللي شفنا اليوم ما تقطع عدل سياسي ولا تقطع عدل اي شيء اخر. الجميع كان اليوم خلف المنتخب، كان خلف الالوان العلم الوطني، كان خلف الحلم. هذا الحلم تحقق اخيرا. صحيح المباراه اليوم انا كليت اجبر حد يتكلم لك عن الامور التكتيكيه ابدا. المباراه انا نعتبرها مباراه نهائيه، والمباريات النهائيه كما يعرف الاستاذ محمد النداح تعرفوا انتم انها تكسب ولا تلعب. نحن اليوم حققنا النقاط الثلاثه اللي دخلتنا عالم يعني افريقيا الكبير، افريقيا لاول مره. الان قبل ان ندخل الاستوديو وكنت مع الاستاذ محمد النداح نعتبر جميع العناوين اغلب العناوين اللي وصلت لها، الجميع يبارك، الجميع يهنئ موريتانيا. نحن بدورنا ايضا نهنئ الجمهور الرياضي، نهنئ اللاعبين، نهنئ الكادر الفني، نهنئ المسيرين اصحاب الاخوه في الاتحاديه الوطنيه، وهنئ زملائي في الحقل الرياضي، زملاء اعزاء تعبوا. شفنا تصفيات صعيبه يا استاذي. متذكر سنوات ماضيه كنا نمشوا اخر التصفيات الاخيره اللي في 2017 كنا مع الكاميرون، كنا مع جنوب افريقيا، وكلنا ما قربنا وجات المباراه اللي نحلم بها تخلق روايه ونرجع نعلو من عد الصفر. اليوم هدف بوتسوانا الاول حقيقه انا رجعني للسنوات الماضيه 2015 اللي نزلنا مع اوغندا، ومحمد يتذكر مباراتنا مع اوغندا 2015 في الذهاب والاياب، وسابق ذاك سابق اوغندا لعبنا مع غينيا الاستوائيه اللي تعد ما تخانتني الذاكره. هذه لحظات فر خاطع لي اليوم بعد هدف بوتسوانا الاول، خفت لا نرجع ونبدا من الصفر نعود. كنا نحانوا 2019 ذاك عندنا نحانوا 2021 وتخلق الدوامه. يا غير للامانه الجمهور اليوم بعد هدف بوتسوانا وقف مع اللاعبين، اللاعبين حسوا بقيمه اللحظه اللي اعطالهم الجمهور وعاد، وحقيقه تركيزهم اليوم كان عالي، يستحقوا هذه الافراح. تستحق. انت شفت الشارع عارك في نواكشوط، اكيد نواكشوط جزء من موريتانيا، اكيد في الداخل، اكيد في الخارج، اكيد رجاليات الان في افريقيا يفتخروا ان منتخبنا دخل كبار القوم في القاره الافريقيه. 2019 في الكاميرون تصور لي ان علم موريتانيا يرتفع مع الاعلام اللي مشاركه، خمس منتخبات عربيه دارك فاتوا ضمنوا تاهلهم. بطوله من اهم بطولات القاره، البطوله الاول نحن كنا اللي نتاهلوا على الشاشه الان. بعض الاحتفالات هنا قرب التلفزيون، الاحتفالات قطعا مقاطعات نواكشوط التسع حتى اللي نتابع ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي على قطعا الفيسبوك سابق ندخل هون الاستديو قطعا الاحتفالات صورها ومباشر الجميع كل نقطه من التراب الوطني وحتى الموريتانيين في الخارج ربما بعضهم قد يعود قاع ما هو على على على, على الفوز فارق التوقيت فارق التوقيت غير قطعا واعلى لحظه
ما هو لن ينساها طيلة عمره. نحن اليوم كل موريتاني اليوم كان قطعا شوي نقول بالحسانية تانسيون قطعا كان إلى ما الحق 20 في الدقيقة 73 قطعا متخطي 20. الحمد لله اسماعيل جاكيتي اليوم رجل المباراة رجل قطعا الحلم الموريتاني. عقب الحمد لله جميع اللاعبين جميع اللاعبين طبعا جميع اللاعبين احد عشر والبدلاء وحتى اللي ما استدعاهم في القائمه اللي كانوا فوق النجيله كل من يحمل جميع كان فيهم وكان المسؤوليه ليا لك يا تمين ما كانت بسيطه. انت مباراه حاسمه مباراه حلم وقدام جمهورك وفي الحضور رئيس الجمهوريه لجميع الاضواء على ال 11 النكرانيين كان الضغط كبير وكان خاصهم هذه البيت اللي دخلت الاولى من بوتسوانا اكيد زادت العبء يقال رجعوا. لو عدنا للتاريخ قليلا نستذكر في 2013 هون في المركب في الاولمبي مباراه كانت فاصله امام السنغال وخلق فيها نفس الضغط طبعا بحضور رئيس الجمهوريه محمد عبد العزيز في 2015 الشان في 2013 اول تاهل موريتانيا لبطوله الشان وقطعا كان بسام المباراه انتهت 2-1 بنفس النتيجه تقريبا وكان بسام هو من سجل هدف الفوز وهدف التاهل وقطعا كانت الافراح ديك الساعه كبيره والافراح ضرك الشان قاع من البطولات اللي تعودنا الحمد لله منذ تاهلنا 2013 ان نشاركوا فيها في كل دوره والان يعني فتحنا الصفحه الكبيره صفحه امم افريقيا. الله يشوف استاذ مختار شفت نحن في على مستوى الاتحاديه من السياسات اللي طرحنا عن في البدايه عن نحدد الاهداف بشكل تدريجي اللي قد تطمح لانك توصل للقمه بسهوله والقمه في افريقيا بالنسبه بعد المنتخبات اللي جايه من بعيد هي عنها توصل تم تشارك في البطولات ما تغيب عنها على الاقل تشارك مشاركه مشرفه وجيده وكان لابد منا نبدأ بذيك الشان ركزنا عليها غير مدي بطولة الشان كانت فيها ميزة ثانية هي أعلن أعطت صورة لآخرين عنا عاد عندنا بطولة بهاش بها اللي الشان هو دائما كيف ما تعرف يشاركوا فيه اللاعبين قانون اللاعبين المحلي بطولة اللاعبين المحلي وكون المنتخب الموريتاني المحلي يوصل للنهائيات هذا معناها عن الدوري الموريتاني المحلي عاد من أفضل 16 دوري فرزتهم هذه البطولة اللي هي للنهائيات والعودة لديك المباراة لديك الذكريات كما قلت اللي 2013 كانت تقريبا نفس الأجواء ربما قاع كانت إك ساعة موريتانيا كانوا متعطشين حتى لتحقيق أي إنجاز رياضي وبالتالي درجة الاحتفالات الخلقت إك ساعة ما تقل عن اللي شفنا الليلة وكان طبيعه بالمناسبة نتيجته كانت 2-0 ما 2-1 ومسجل فيها بسام ذكرته مسجل هم اللي النتيجة كانت 1-0 شر دكار لذلك لا بد تعود قاعد قلبنا عليهم النتيجة وكان طبعا بحضور رئيس الجمهورية وذيك اللحظة اللي هي اللي عشنا تكررت تقريبا الليلة غير هذا اللي تحقق أكبر. الليلة أكبر نتيجة لنهاية كأس أمم إفريقيا ياسر من المنتخبات كافي تتذكر عن مصر وما أدراك ما مصر طبعا اللي هي اللي عندها فراعين. الرقم القياسي في عدد البطولات الفوز بكأس الأمم الإفريقية أعطاها 3 دورات ما تتأهل الكأس الأمم الإفريقية وهي مصر وعندها الزمالك وعندها الأهلي وعند هذا تقريبا الأهلي هو أكبر نادي في إفريقيا نادي القرن قال له ملقب بها وعندها أندية كبيرة وتخلفت عن كأس الأمم الإفريقية 3 دورات متتالية هذا يعطيك صورة عن مستوى التنافسية الكبير في إفريقيا معناها عندنا نحن اللي حققناه بموارد وبامكانيات ووسائل بعيد من المنافسين نتيجه لاش انت مثلا اليوم المنافس اللي عندنا نحن بوتسوانا وراهي ما هي من المنتخبات الصفوه الاولى في افريقيا بالرغم من ذاك بوتسوانا عندها مئات المحترفين كنت نقرا عن اخبارها اليوم واحدين على مستوى عالي في اوروبا بينما نحن كما تعرف عندنا لاعبين محدودين ننقرهم في كل مره غير الفوز اليوم وانتم قطعا ادراء الفوز اليوم ما جاء على بوتسوانا نحن مجموعتنا فيها منتخب بوركينا فاسو وصل للمركز الثاني او الثالث في اخر بطوله لامم افريقيا انغولا من اقوى منتخبات حكما ظرك القاره وربما هو قاعد متاهل مع موريتانيا من ضمن هذه المجموعه نحن لم نفوز على بوتسوانا فقط لا نعرف عنكم قطع الادراء لم نتاهل على حساب بوتسوانا تاهلنا على حساب مجموعه كانت من اقوى المجموعات انا لا جاي اللي قلت هي ما هي بوتسوانا وحده احنا غلبنا المنتخبات كاملين بوتسوانا ربما هي الوحيده اللي ربحناها في الذهاب والاياب غير غلبنا بوركينا فاسو
وفزنا مولي على أنغولا على أرضنا، ونحن مولي حالا في صدارة المجموعة ب 12 نقطة، وأكثر شيء قد يوصل له حد مازال أنغولا مازالت عندها احتمال قد توصل ل 12 نقطة، يا غير لا وصلت لها نحن وهي نساوى ويبقى فارق الأهداف، ونحن التعادل الجاي يضمن لنا بشكل نهائي صدارة المجموعة. نحن الحمد لله الفوز، وإن كانت صدارة المجموعة ما هي مهمة ما ماتت مهمة، المهم مهم هو تحقيق التأهل والتأهل. نحن تحقق وتحقق ومولي أن حالا في الصدارة وفارق مريح عن بقية المنافسين، وما كان حد يتصور عن موريتانيا عن موريتانيا أنها توصل للدرجة اللي هي اللي تتأهل قبل نهاية التصفيات بشكل نهائي، وقدام بوركينا فاسو وقدام أنغولا، وهذا منتخبات يلعبوا الأدوار دائما الأولى في كأس الأمم الإفريقية. هذا كما قلت لك، أنا اللي قلت له نقول قوي عن الوسائل والإمكانيات اللي عندنا نحن واللاعبين محدودين كانوا حتى في الخارج كمحترفين، غير ثبتنا اليوم عن العمل وحده هو اللي يعطي النتائج بها، اللي هذا اللي نزلوا اليوم اسماعيل جاكيتي مثلا اللي بارك الأهداف اليوم، لاعب محلي وكان ينزل في موريتانيا قد عود قط خاط تجربة احترافية، غير متكون في موريتانيا وكان يعرف الدوري الموريتاني ولعب في الدوري الموريتاني، وفهم لاعبين اخرين لعبوا اساسيين منهم الحارس وغيره ومنهم بسان، هذو تكونوا في موريتاني وجبروا العناية في موريتانيا. هذا يعطيك شيء لين نوصل له كخلاصة، اعلن كرة القدم الموريتانية كانت فقط بحاجة الحد يعطي قيمة للاعب الموريتاني، حد يحسس عنه حسس اللاعب عن راه إدارة تشتغل من أجل أن يحقق هدف، وإذا الحمد لله وصلنا له، وبالتالي تشوف اليوم اللاعبين والأشبال والناشئين وكلها حلمهم وطموحهم عنهم يمثلوا كرة القدم في المنتخب الوطني. شكرا لك. نحن كما قلنا ليلة عيد ليلة فرح، أحد الكتاب الصحفيين العرب الرياضيين كتب أن موريتانيا بعد سنوات من غيابها من عقوبات دائمة عليها من انسحابها من البطولة، ها هي اليوم تثبت بالعمل المستمر والمثمر وصولها لنهائيات كأس أمم إفريقيا وحصولها على 12 نقطة. بعض المنتخبات اللي فاتت حسمت التأهل تأهلت بس بعد نقاط ومن نقاط حتى بحساب المجموعات، موريتانيا الآن في صدارة مثلا، حتى العمل اللي وصله الفريق الموريتاني بالجهد اللي وصله الفريق الموريتاني والآن حتى أحسن من بعض من عمالقة القارة في يعني حصاد النقاط. نحن نبقى مع الأفراح، نعود إلى نشيد صحيح، هي 12 نقطة حققناها من أصل 15 ممكنة، من أصل 15 ما فيها تعدل حد، هم أرقام التميم قبل التقرير. نحن لتعيد لتفرح، نحن نرجعوا لصور من أفراح الموريتانيين هنا في العاصمة نواكشوط. مخرج يعني الاحتفالات ما زالت لا فتبارك الله متواصله. نحن ربما اقتطعنا شوي من وقتنا الليله باش نجابلوا مع جمهور قناه الموريتانيه والقلب وان كان مع الافراح ومع المسيرات اللي تجوب مختلف شوارع العاصمه الليله مختلف مقاطعاتها. الليله قطعا نواكشوط لن ينام، وربما مدن اخرى لن تنام الليله في على التراب الموريتاني. الحمد لله على أن الذكرى تصادفت ذكرى عبورنا لكبار القارة الإفريقية والاتحاد وبطولة أمم إفريقيا تصادفت هي وذكرى الاستقلال الوطني، وصار العيد عيدين كما يقال. صح. بلغة الأرقام كنت صحيح كما قلت، كنا نحن نحتفل في شهر نوفمبر، اليوم أصبح 28 وعدنا تاريخ أخر هو 18 نوفمبر نضاف أيضا لهذا التاريخ. بخصوص الأرقام فقط أضيف هو الغريب عن رقم 8 قد يكون هو رقم السعد الليلة 8 18 ذكرى 58 18. أنا البارح حددت تدوين شوي عن الموضوع
انا عادوا عندنا عيدين في 18 نوفمبر لا قبيل لا قبيل اسمع جاكي تي عود لابس الرقم 8 وتكمل على رقم 87 اسمع جاكي تي رقمه يسوى كم رقمه يسوى كم الحمد لله فقط لا نقول لك إن, ان 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 على ارضنا ما فتناش برنا اي خساره في هذه ولا حتى تعادل دائما نقاط ولا نقول لك روايه هدف بوتسوانا فينا هو اول هدف على ارضنا أول هدف في التصفيات عموما على أرضنا نحن قلبتنا أول هدف على أرضنا طبعاً. النقطة الأخرى اللي كنت نبقي نقول لك إن المنتخبنا حد قال تأهل شكل ذا الأمر بسيط أنت معك بوركينا فاسو والجميع يعرف إيش عدلة بوركينا فاسو في الدورة الأخيرة ل 2019 الأداء اللي عدلته حتى اللاعبين كيف يعني واصلة المربع الذهبي لبطولة المنتخب اللاعبين اللي تضمهم بوركينا فاسو من أفضل الأفارقة هي تأهلت عليها الكاميرون فاست إذا فاست النهائي مصر رحقت النهائي مصر والنقطة الأخرى كنت لها نقول لك إن 12 نقطة وما زالت عندنا جولة نحن نظرك عندنا 12 كما قال لك من 15 معناه وبوتسوانا هذه دخلت علينا بهدف هو أول هدف نستقبلوه على أرضنا ذلك اللي تقول التأهل تشك إنه جاء صدفة والله تجس معنا الله هذا عمل ومن مذال لبينا وراء لبينا لنتحقق 2015 استفدنا من بعض الأخطاء 2017 استفدنا من بعض الأخطاء تراكم التجارب أنا برأيي أنه هو اللي حقق لنا هذه النتيجة لنتأهل للكان 2019 في الكاميرون مع كبار القارة ذرك كما قلت نواكشوط أكيد ما هو ينام الليلة لا يردنا لذكريات رمضان 2013 هون على السنغال وليلة من ليالي حقيقة الأمور اللي تعدلها كرة القدم في الجماهير اللي تلم ما نمتكر شيء آخر من الأمور اللي تعدل هذه اللحمة اللي شفتها أنا بعد على الأقل اليوم في الملعب جماهير جاية تصور فيهم واحدين جايين العاشرة يتحرى والملعب يفتح الملعب أصلا يعرفوا أنه معلن على صفحات الاتحاد أنه لا يفتح الوحدة وهم عالمين به يقر فيهم نعرف واحدين البارح ما جاهم الرجال بهم هذا اللي لا ينتظرهم اليوم مجموعة عوامل خلقت اليوم حد عاشه ما يقدر ما يقدر ما يقدر عبر عنها شخصيا أنا نتذكر سنوات نمشوا وخصوصا السنوات التالية نمشوا عندنا قريبين إلى لين نتأهلوا ويخلق أمر ما بخسارة حدثت لنا في آخر تصفيات وإن كنا صح. في مجموعة كانت من أقوى المجموعات كانت معنا الكاميرون مجموعتنا الآن للأمانة مجموعتنا الآن فرق قطة أهل فرقطوا تأهلوا للكان ما عدا نحن ونحن هم متصدرين المجموعة وعدنا 12 نقطة وتأهلنا وتصور أن تأهلنا ربما يقصي والله أكيد أقصى بوركينا فاسو بالحسابات حسابيا بوركينا فاسو في مأزق حتى إلى فازت علينا احنا وفازت أنغولا على بوتسوانا تصور لي ماذا تنقصات قبال بشكل رسمي قاب قوسين ما تفيده مسيرها ما تفيده هي ذالث البطولة عام الأول وانت أكيد اللي كنا نطرحنا في المجموعة عند صاحب القرعة أكيد الجميع عليها خراس موريتانيا هي الحويط القصير فاجئت الجميع وتصدرت ذلك محمد كان معي الحديث مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا تويتر الحديث عن موريتانيا في الكان أول مرة هذا العنوان تكرر قدام الموقع الفيفا والكاف الفيفا رسميا يعني صحيح والكاف ولا ليغا يعني رابطة لا ليغا بالمناسبة رغم باللغة العربية قدموا التهنية باللغة العربية الموريتان وإن كانت لا ليغا تقدلتها موريتان أول لاعب موريتاني يشارك في مباراة حسن العيد قال حسن العيد وعلي عبيد مع أتلتيكو مدريد يشارك في مع ليفانتي في الكأس نعود للأفراح الليلة قطعا تسكن كل موريتاني وحتى على أنها تسكن غير الموريتاني على مواقع التواصل الاجتماعي الثاني شوف روح المرابط يليني
صفى الحكم ننسى وحشم الخصم فارقنا يتقدم والعالم عنه يتكلم قولوا 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 معايا عن الفوق وعلوا ورايا عن يا ريت جاي ومرايا فوز اليوم هو الغاية يبيني صفى الحكم ننسى وحشم الخصم فارقنا يتقدم Ramène ton équipe, ramène ton pays. On va les Fimbo, 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 Fimbo. Y'a rien de shitari. Tu marques le but et nous on égalise. Terrain est quadrillé, on le balise. On te fait chuter comme le Titanic. Mauritanie au sommet de l'élite. بايد في سمانا في العالم يشرفونا للقمة يوصلوا عالمنا في الملعب نشوف وفي الشاشة نتابع أغنية أنتجت مؤخرا أنتجتها الاتحاد الموريتاني لكرة القدم بتعاون مع حمزة براين والفنانة منى مدندني وعدد من المشجعين وحتى
من مشجعين الجمهور لا يتعود عليه. هذه الأغنية التي أنتجت، ثم كنت متأكدين من التأهل ذي الدرجة؟ أغنية روعة، أغنية رائعة جدا، أنا شخصيا استمتع بها كثيرا، ومحيي ومولي الفريق الفني اللي غناها وشرف عليها، طبعا على رأسهم الفنان الشاب حمزة براين والفنان الشاب مولي منى مدندني والفنان مولي الشاب الأخر المتألق طالب لا تيمور، اللي طالب لا تيمور والله اللي أعلن أنه واحد من أحسن الفنانين الشباب حالا، اللي قال له الراب صوت زين، أقصان زين، وحماس، فنان رائع. أنا كنت حضرت له عدة حفلات في نواديبو. أغنية بأسلوبها يستحقها جمهور. بالنسبة للأغنية، الأغنية أغنية رائعة، كلمات زينة، إخراج رائع في التصوير، فيه رسالة عن الثقافة الموريتانية، عن التاريخ الموريتاني، عن الحضارة الموريتانية، عن شكل الموريتانيين، عن الموريتاني من هما. هم من خلف قاع المنتخب، كل الموريتانيين هم خلف المنتخب، مختلف ألوانهم، مختلف أعراقهم. إنتاجها بطريقة طبعا احترافية رائعة، تعطي اليوم جواب للناس ما كانت تعرف موريتاني موريتاني شيء. وأنا ظاهر لأن عاقب هذا التأهل إن شاء الله تعالى دور الناس تسول عن موريتاني، ولي أنت جبرت شوف لي الأغنية وذي الفيديو اللي هو دور تعرف بطاقة تعريف. بطاقة تعريف أنا قلت مرة تعبير عنه عن 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 هاي الفيديو، إنه بطاقة تعريف بيومترية غير قادرة للتزوير عن الشعب الموريتاني، شنو هو، شنو هو لونه، شنو كيفته، شنو ثقافته. الحقيقة كانت مولي بعض الناس مهم عنده الجانب الحظ وغيره، كانت مولي غضب علينا خلينا نقول إن شاء الله. والله خليته غضب إن شاء الله، وغضب إن شاء الله بعد عن المسيرة تستمر، والحلم قاعد لك عاد ما تري عاد قاعد عاد وذاك عاد واقع، غير حلم الفوز به والمشاركة المشرفة وبطولة أمم. أنا طبيعي نحن هذه النقطة اللي قلت مهمة، نحن وريك فعلا يا الله يجب أن نعيش بعد قاعد لحظة نفرح بأن حققنا ذي أول مرة إنجازنا ذي. لا نستسمح منك وتخلينا نعيشها مع ساكنة مدينة نواذيبو وعنصر من إعداد الفاغة والشيباني والمصور محمد فال هناك من النواديب، واحتفالات الفوز موريتانيا وتأهلها لأول مرة إلى بطولة أمم إفريقيا. ملف مدينة نواديب يتابع الجمهور الرياضي بحماسة وسط هذه القاعة المباراة الكروية بين فريقنا الوطني المرابطون وبوتسوانا في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2019. شغف لا يقاوم من طرف المواطنين اتجاه مشاركة منتخبهم الوطني لكرة القدم في منافسات الكان، حيث يتصدر المجموعة التاسعة. الشعور بفخر لا يوصف، نتيجة لأن هذه الجماعة اللي تأهلت الكأس الإفريقية للأمم لأول مرة منذ 50 سنة. زين عندي حتى مقدم لي حتى مقدم البلد ومقدم البلد، وزين عندي مقدم كرة القدم المنتخب الوطني. جمهور يتفاعل مع مجريات المباراة التي تمكن فريق المرابطون فيها من تسجيل هدفين مقابل واحد، مما يؤهله لتصفيات الكان 2019. حقيقة كانت في المستوى الرائع حتى الدقيقة الأخيرة، برهن المنتخب الوطني اليوم أن موريتانيا بعد 58 سنة من متابعة المنتخبات الإفريقية تلعب في الكان. الحمد لله اللي تفوقنا، سمعت شعورنا زينين وفراحة. أنا اليوم فخور بهذا الانتصار الأول من نوعه، حيث تمكن المنتخب الوطني من التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، وتمنى له حظ أوفر. ردود الفعل من الشارع في المدينة الساحلية جاءت من خلال المسيرات التي جابت الطرقات الرئيسية بالمدينة رافعة للأعلام الوطنية احتفاء بهذا الفوز الذي يسجل للكرة الموريتانية في غياب طويل عن هذه البطولة الإفريقية منذ تأسيسها. فرح بفوز المنتخب الموريتاني، مهنئين الرئيس ومهنئين الشعب الموريتاني كامل، مشجعين رئيس الجمهورية وأنه دعم المنتخب الوطني، ورانا فرحانين بهم، بارك لكم كاملين. المنتخب الوطني على الأداء الجيد اللي قام به، وشكرا رئيس الاتحادية على الأداء الممتاز، وإن شاء الله يواصلوا على هذا النشاط إلى الأمام مرابطون.
مظاهر احتفائية استمرت داخل الطرقات والشوارع إلى ساعات متأخرة من الليل ابتهاجا بهذا الفوز الذي سيمكن فريق المرابطون لأول مرة من المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المزمع تنظيمها في الكاميرون 2019. مدينة نواذيب والاحتفال بهذا الفوز التاريخي، ربما أنا متأكد لعلهم قطعا الاحتفالات تستمر إلى ساعات صباح. مدينة نواذيب مدينة رياضية، يعني أفسي نواذيب نادي نواذيب وحتى نادي سليم، لكن رئيس الاتحادية مدينة نواذيب ما هو واحد هو لمدينة نواذيب. يعني احنا ما نتكلم عن مدينة أو مدينة نواذيب، وقطعا قد تكون سعيدة بالفوز لأن تشكيل اليوم كان أبرز عناصرها وحارس عرين المنتخب الوطني سليمان، صحيح إبراهيم سليمان طلاي من أفسي نواذيب وحمايطي من أفسي نواذيب. لو أن انتقلنا شوي للحديث باش نعطوا الكل شيء حقه، الجانب الفني، كورتان مارتينز جمهور رياضي عقب مشاركتنا في بطولة الشهر الأخيرة في المغرب كان الحقيقة حملوا ياسر من المسؤولية ومقع لياسر من الفقايع، مع أن الاتحادية لعنها تمسكت به، وقطعا اليوم قد يكون هو اسعد حتى من ثلاث قرابة 4 ملايين موريتاني اسعدهم هو كورتان مارتين، وقطعا اثناء المباراه حتى بعد المباراه حتى قبيل اللي كنا في الفندق الراجل مازال ما عندنا ما فات عرف قاعد اللي اللحظه اللي هو فيها ما فات عرف هي شنو كورتان مارتين. صحيح، شوف انا بالنسبه لي كورتان مارتين مدرب قدير وظاهر اليوم اللي اعلن في هذه اللحظة اللي هي اللي عشنا ثبتت مراهنة الاتحادية عليه من البداية، اللي كانت الفكرة فيها في التعاقد معاه كان ملف ومطروح مع ملفات أخرى لعدة مدربين فيهم واحدين عندهم خبرة في أفريقيا، وكانت الفكرة اللي عند الاتحادية هي أنها تبغي مدرب عنده ماضي فعلا احترافي جيد في أوروبا وعنده ماضي مولي دولي كلاعب سابق دولي عنده الخبرة مثلا الكافية، غير في نفس الوقت مولي يعود معهم ما فات غرغر حتى في افريقيا مازال يطمح لانه يحقق شيء، وهذا الرهان كان سليم 100%. لهذيك كورتان مارتينز حقق انجازين مع موريتان، تاهل نهائيات الشان وتاهل هذا التاهل التاريخي اللي هو الاهم اللي نعيشه حالا. غير كانت اهم لحظه هي اللحظه اللي قررت فيها الاتحاديه ممثله في اللجنه التنفيذيه انها تتمسك بالمدرب على راس الجهاز الفني للمنتخب وما تخسر العمل اللي كان متبارك معاه بعد نهائيات الشام، خاصة بعض الانتقادات اللي شفته اللي ظهر منها ياسر ضد المنتخب، واللي أنا شخصياً أفسر النتائج اللي حقق المنتخب في الشام عنها كانت فيها سوء الحظ، فيها عامل سوء الحظ قطعاً، به اللي باستثناء المباراة الأولى اللي جات ظروف تحاضر وتعرف مع المنتخب المغربي على أرضه متفوق جداً فنياً وتعود ساعة ثم لسماء باستثناء هذه المباراة اللي أطرحتها على جانب مباريات الثنتين الأخرات اللي عدلنا مع السودان وغينيا كانوا مباريات في أعلى مستوى والحظ فقط هو اللي عاندنا، نحن هم اللي سيطرنا على المباريات نحن هم اللي بس السودان 1-0 بضربة حظ صعوبة وكذلك غينيا كلها بصعوبة. إذن معناها عن القرار اللي اتخذ الاتحادية أنها تعطي الثقة للمدرب كان قرار موفق، وكان مولي يعطي قيمة على المستوى الاحترافي العالية اللي توصلت اللي عاد تتمتع بها الاتحادية، أعلن العمل أنه لنعد عندك تراكم مدرب كان يشتغل عنده لاعبين متفاهم معهم عنده مجموعة يشتغل معها، أنك ما تلجأ لإقالته إياك ترضي الجماهير فقط، بعض الوقات ينقال لك خرص مصلحتك لا تخرص رضاك رضا غيرك خرص مصلحته، كانت الأهم هو أنك تخرص المصلحة والمصلحة كانت تقتضي الاستقرار على مستوى الجهاز الفني، وأنا ظاهر لي على الاتحادية في طريقها للتجديد مع المدرب في المرحلة القادمة لأنه مازال عنده شيء اكبر ان شاء الله. هي هو المشاركه في بطوله امم افريقيا 2019 على ذكر هذه الخطط على ذكر الفني عجبتني قبيل تدوينه كاتبها واحد من المدونين الكبار كاتب سابق المباراه كاتب عن خطه المنتخب الوطني اليوم عنها ما هي بطريقه 4-4-2 كما اعتادت الناس ولا 4-3-3 انها 11-4 ملايين، وشفت بعض الناس علقوا عليها ساخرين قالوا عنه ما يعرف بلوه هو كان دراسه في رساله بليغه حكيمه الامه الموريتانيه ضد 12 لاعب معهم كل الموريتانيين طبعا وراء من خلفهم، وفعلا تجسد اليوم في الملعب على انها كانت 11 و4 ملايين. انا قبيل
في اللحظات اللي ما فاتش الهدف هدف الفوز. كنا ذاك الوقت نحن عندنا ضغط كبير، والدقيقة 82 ولا 83 شفت مشهد في الملعب، جميع الجماهير واقفة وقادية تلفونات طلبويات تلفون وتحاني ذيك اللحظة كأنها ما هي مستسلمة ولا هي قابلة للمباراة أنها تنتهي هكذا، بالرغم من الدقائق قليلة والضغط نحن نعرفه أنه كان كبير على اللاعبين اليوم، للتركيز العالي اللي خلق ذيك اللحظات، ذيك اللحظات العشرة بالنسبة لي. خاصة إصابة بسام صور جديدة. نعم. للجماهير جماهير نواكشوط وهي تحتفل، ولكن ترقلنا قبيل متأكدين ومنذ الآن راهن عليها نواكشوط الليلة لين ينام. هذه يخطوني الأطفال، هذه لحظة النساء أربعة وفيها الأجيال قطعا عادت ما ضرك، هي بعمر قطعا بعمرنا نحن قطعا الثلاثة وبعمار الموريتانيين ذي بعد الصغيرة قطعا الحمد لله أعمارها الله يعطيها إن شاء الله أعمارها على القدام اللي قطعا لا يتكبر في فات موريتان، كتبت صفحة جديدة وقلبت عنها صفحة الهزايم والمشاركات اللي ما هي على المستوى. قطعا الأطفال اللي يأتي معدهم هم أكثرها فرح بمندي قطعا إن شاء الله يعطيهم عمر من قدام. المنتخب الليلة عناصر سجلت نقطة للتاريخ وسطر إن شاء الله، صفحة ستملأ إن شاء الله من الانتصارات ومن المشاركات اللي يستحقها الجمهور الموريتاني. في السنوات الأخيرة اهتمام الموريتاني بمنتخب وماتر بكذا البساطة، اليوم قطعا قد عود من أنقذها فكأنما أنقذ الناس جميعا. ال 11 لاعب اليوم اللي كانوا في على النجيلة قطعا الحمد لله اللي اسماعيل جاكيتي قطعا جعل ذاك بميزان حسنات عنده الله. كان ما دخل البيت الثانية قطعا كانت تقد تعود اخلع عنا الليلة خلقت ياسر من شي نحن لا نتمناه للموريتانيين ابدا. الموريتانيين عادوا يلعبوا على اعصاب مع الجمهور، قطعا تشوفه يبكي تشوفه يضحك تشوفه قاع الحالة الهستيرية اللي فيها ما يقدر يعبر عنه. استاذ المختار شفت هي كرة القدم كرة بسيطة ومعقدة في الوقت نفسه وعميقة. شفت كرة القدم ما هي إلا فقط أنك عندك 11 لاعب فوق أرضية الميدان، تشك الناس عن دورهم ولا دور الفريق كامل أنه لديك 11 لاعب ولا هي حتى اللاعب فقط اللي سجل الهدف. هي كرة القدم 20 قاعد لاعب العادة يستدعي المدرب. هي منظومة متكاملة تبدأ بالإدارة وتنتهي باللاعب. الإدارة هي سلسلة الإدارة كاملة، الإدارة مختلفة هي تعرف كيفاش، هي اللي تمثلها بالسيارة تقريبا. سيارة تعود فيها أعضاء، فيها إطارات وفيها مكينة وفيها مقاعد وفيها كهرباء وفيها ياسر مشي غير أبسط خلل خلق فيها تختل كامل. قد مثلا فيها فيزيبل صغيرين يقدروا يخصروا عليك كراها الوتة كاملة ولا تحرك وياسر مشي. كرة القدم ياك تعطي نتيجة لابد تعود البيئة كاملة اللي من حولها صالحة. معناهاش معناها عندنا نحن اليوم برهنا على بيئتنا الكروية بيئة صالحة من عند الجمهور اللي ما قد تتخلف عن المنتخب وقف معاه دائما، وخاصة مباراة اليوم. وانا كنت نتكلم قبيل الحديث اسمح لي ان اخليك تواصل كلامك غير لان نبه المخرج انه يخلينا صور جديدة من نواكشوط صور الافراح. نعم كما قلت لك بالنسبة للي لحظة قبيل اللي شفت انا سابق تسجيل الهدف الثاني بالنسبة لي كانت هي بحد ذاتها لحظة تاريخية. سابق هذا اللي نقول لك سابق التأهل. قلت الواحد من الإخوة كان حذاي قلت له أنا بالنسبة لي ذا وحده لحظة تاريخية. لحظة تاريخية بمعنى على أن الموريتانيين حسوا بأن فريقهم بادر جهودي قد يعدلوا وبأنه قريب من تحقيق إنجاز، وعنهم عادوا يوصلوا لك المرحلة أنت تشوفه كأس العالم فازوا به فرق وصنعوا التاريخ وبعضهم فاز في آخر الوقت. هذا ذاك النوع بالضبط من الطموح حتى آخر الوقت ومن عاد القتالية حتى آخر الوقت ومن الأمل حتى آخر الوقت والثقة في منتخبك وبالعناصر اللي عندك. نحن كان يقلنا الحمد لله حصلنا عليه، واليوم منتخب اللاعب الموريتاني اللي متكونه موريتاني اللاعب الموريتاني اثبت على انه قادر على يصنع الانجاز ويحققه للمنتخب الموريتاني وللشعب الموريتاني. الحقيقة فرحانين الليلة كاملين. ما هي قاع مش قلت لك عن الفرحة الليلة ما قد يعبر. انت ما تقدر توصف. ما قد يعبر. انا قبيل اللي نسول من واحد من الصحافة في الملعب عندي عنه كان إذاعة قال لي اعطينا تصريح قلت له هذه المباراه احسن حد يصورها ينقل للناس اللي ما حضرت
ينقلهم للمشاعر ما في ذلك لا ما هو ربما صمت في حرم الجمال جماله صمت نعم. الليلة في ذي الفوز هو أكثر تعبير وأكبر تعبير عن 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 هذه اللوحة اللي رسمتها أقدام الفريق الوطني الليلة بشير نعم فقط هو لا نقول لك لا نقول لك ان نحن نشاهد الان افراح اسمحوا لي بعد انا ودعني قاعد امدي نختلها نسمح الراس انا ديفوت النادي اللحظه نحن كنا هذه فندق اسمح لي بس هذا صمت طبعا بس ترى ان كنا شغل فندق صحيح كان في لقاءات وكان في عمل يقر الحقيقه اللحظه تستحق ان نتكلم عنها كنا نشاهد ذلك على الشاشه افراح الموريتانيين بالوانهم باطيافهم بانتماءاتهم السياسي تمين اكيد تعرف ان الجماعه اللي واخذه راك في الشوارع انها جميعها عندها المشاكل ما هون حد ما عنده مشكله يا قرد الفوز نسر جميع المشاكل اكيد هنا تياها بعض اللي عنده المرضى زميلنا واخنا عنده الان حد مريض في الطب ونتمنى طبعا الشفاء العاجل اخونا محمد الندع لكن هذه اللحظه من اللحظات اللي تعيشها ما هو كيف اللي تشوفها والله ترتد عليك لا نقول لك نحن كأنا بعد كنيابة عن الزملاء الصحافيين بين قوسين عجبتني صورة الرضيع اللي عند والده دور بعد عقب ترتد عليه جميع رئيس التلفزة بعد تحتفظ بالصورة ترتد عقب بعد تجد عليه جميع الفئات السنية لأنه بعد شارك فيه جميع الفئات السنية في الأفراح جميع موريتانيا حتى من الشرق كما قلت في البداية ومن الشمال ومن الجنوب اللي ما شافه في الشاشة كان يتابعها على أثير إذاعة موريتانيا كانت تناقل المباراة الجميع كان ينتظر الفوز والمباراة للأمانة كانت مباراة تستحق أنها تتابع كان فيها ياسر من 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 سيناريوها من حد المباريات اللي تاريخية أستاذ محمد مشاهد يعرف بالو يعرف اللحظات الأخيرة والأهداف اللي تأتي في الأخير وبالمناسبة برشلوني يعرف هدف راموس اللي جه في الدقيقة 90+5 من الأهداف اللي ما تنساها هدف اسماء جاكيت الثاني الآن جاء بعد ياسر من الجهد بعد ياسر من المحاولات بعد ياسر من الجميع كنا ننتظر أنا بعد نعرف زمن نعرف الجمهور ما كان يصبر على العكس كما قالك محمد دخلنا الدقيقة 85 وقف الجمهور في الرماتة قبل الحالي يكون تدخل بطريقة والجمهور الموريتاني طبعا كان جمهور يستحق الفوز جمهور منظم جمهور قطعا حتى مع نهاية المباراة ما خلقت أي أعمال الفريق الضيف مشى بكل أريحية حتى المنتخب خاض من استاد بكل أريحية والجمهور تم مرافق المنتخب الوطني مثلا ما خلق فهم نضج صاحب المنتخب نضج صاحب المنتخب حتى نوعية التشجيع احنا لأول مرة نتابعه اسمح لي لأول مرة عدنا نتابعه ذي الألعاب النارية ذكر الجمهور يستحق إلى بيتنا الليلة نشكره ما نقدر نعطوه حقه من الشكر أنا اليوم وليت تقريبا ساعات نهار كامل قدام الاتحادية نمشي بين المناطق اللي فيها تقريبا ممرات للجماهير شفت الناس اللي من الساعة 11 صباحا بالرغم من الشمس الحارقة واقفة إياك تدخل تشجع المنتخب الوطني هذا ما عاطيهم عليه حد شيء ولهم جايين على خلاك حد جايين مشجعين المنتخب الوطني مقتنعين به ومؤمنين به وجاد عليهم هذو هم الناس اللي يستحقوا التحية خلق مولي ما سنة دعني الله يارث مولي رقاش يقول غير مولي نحن سنوات ما زال المركب الأولمبي هو الوحيد اللي تقام فيه مباراة قطعا كان يعد مباراة المنتخب إلى عاد ما الاتحادية وكل الإدارات المسؤولة عن المنتخب يعني ما تجيب الناس وتكريها باش تجي المنتخب وتشجعه اليوم الناس عاد تجي وتشتري فرق سابقة تشتري التذاكر بأسعار المنصات المختلفة وحتى على عن عاد قاع فيه سوق سوداء للتذاكر ما كان خالي عادي اتصل لك رقاج أكبر وساطة ضاق أنك على رقاج تعطيه بطاقة تذكرة المنتخب الوطني استاذ مختار شفت الملعب اللي خلق فيه الإنجاز اليوم ما كان خالك طبعا هو وشي حديثا دعوت اللي انها بالسياسه شوي تعرف على انه كان في 2003 انا اتذكر احنا قلنا 2005 وصور مزاد احنا قلنا منه دوري رجانات سياسيه قلنا منه دوري السنه الماضيه وفي ظروف بسيطه واحد من زملائي قط مره جبته فهم قال لي عند البلد انه قط عنده قال لي في فرط في كراعي معدلته لي حجره في البلد جيت كنت مع رجان سياسي ولا جد علي عني نشوف موريتاني تلعب فيه مع بركينا فاسو ولا بين سبور اذا معناها عن
للامانه مولي ياك نعطاك الحق حقه. الاخ الرئيس احمد اليحيى يستحق علينا، يستحق علينا ياسر، زاد هو من الثناء ياسر من الذكر في اطار اللي عدل بها، اللي هو اللي حرك، وهو الحجر اللي حرك المياه الراكده. كن فعلا هو دينامو، هو دينامو، هو دينامو. نعم الى عاد اللي هذا الانجاز الى عاد اللي عظيم كان وراء راجل عظيم للامانه. نضيف فقط ان نحن رانا لك ما عندنا لا منتخب واحد، نحن درك عندنا منتخب الاولمبي مشارك في بطوله تصفيات، عنده مباراه يوم 20 بعد يومين على في كوناكري ان شاء الله. صحيح نتيجه الذهاب كانت مخيبه نوعا ما، لكن في الماء لديك ايضا منتخب للشباب، لديك ايضا نوادي موريتانيا تمثل موريتانيا الان قاريا. وانا مولي عندي مع الحمد لله كامل، عندي مولي مزيت الاله نرجع لمدينه نواديبو، عندي اجواء الاحتفالات وانطباعات بعض المواطنين عن فوز المنتخب الوطني من المدينة الاقتصادية نواديبو. من جميع المواطنين بفوز المنتخب الموريتاني وتحقيقه الانجاز ما قد تقدم سابق فخامة رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز، ونحييكم ونبارك لكم جميعا. انا بخاري ولدان مباركين للشعب الموريتاني كاملين، مباركين له حتى على الفوز العظيم وشكرا. جي المنتخب الوطني العدل زين عندنا حتى وقار فينا في المرابطون فيك. رانا فرحانين بهذا الفوز اللي عدنا المرابطون اليوم هاي بهاي المناسبة. الشوارع هيك الحمد لله ناس كاملة خاطر قدام فرحانة للفوز، وان شاء الله دون كاليفور كاس العالم ان شاء الله دون تأهلوا شهر ان شاء الله. رانا معيدين المنتخب الوطني على الفوز اللي عدونا اللي كنا نستحق ونحانه من مدانا. رانا شاكرين وفلساسيون بولاتو لموريتانيا. المنتخب الموريتاني على هذا الانجاز وهذا بفضل الله الحمد لله وشكرا. القلب زين عندنا الحمد لله، ورانا نحانو ذي اللحظة والحمد لله، ورانا محيين الشعب الموريتاني على الفوز، محيين مرابطون مولي، وندوروا لها القدام ان شاء الله، وخالق لها القدام، وندونا تلبون بالمنين قاسوا ان شاء الله. الله مبروك، مبروك للشعب الموريتاني الحمد لله. فيليستاسيونس. مبارك للشعب الموريتاني وهني الشعب الموريتاني على هذا الفوز لأول مرة في تاريخ موريتانيا تأهل لكأس أمم إفريقيا في الكاميرون. الله ان شاء الله يزيد في ذاك ان شاء الله، واتمنى التوفيق. بهذه المناسبه مشينا تحيه رئيس الجمهوريه محمد بن عبد العزيز الراعي الاساسي للرياضه، والسيد احمد يحيى رئيس الاتحاديه الوطنيه لكره القدم اللي لحق هذا المستوى، وجزاه الله خيرا والى الامام ان شاء الله، ودورنا قبل الكاس باذن الله تعالى. شكرا المنتخب الوطني على التاهل المستحق ومزيد ان شاء الله من تحقيق الفوز من كاس أمم إفريقيا إلى كاس العالم إن شاء الله. شعوري بالسعادة بفوز المنتخب الوطني، نتمنى له النجاح في المستقبل إن شاء الله، وهذا كامل جاء بعد هذا الفوز جلاف بجهود الاتحادية كرة القدم، وراجل مولانا أن يستمر هذا المجهود، والتوفيق للمنتخب الوطني في الكان. أنا بعد فتقت قطعا عنها ستتواصل، وربما قطعا ذا دليل عليها لأن العناصر تترى من مدينة نواديبو اللي أنا قطعا نظرك راهن على أن من بيكة الأحواش إلى جاكو جنوبا إلى عين بنتيري حتى نواديبو لن تنام، موريتانيا لن تنام، حتى الموريتانيين في الخارج الليلة الحمد لله فرحة رجالية في افريقيا ما تتصورها. نحن اللي قاطعين سافرنا خلف المنتخب الجالية في ربما حدث لك عن بعض عناصر المنتخب قال لك انا صحيح اجريت عدة لقاءات مع بعض اللاعبين، اتذكر حسن العيد. حسن العيد شخصيا سولته التهديه من طبعا بعد الاسره بعد اهله، قال لي انه يهديه للجاليه في الانغولا، جاليه مشجع المنتخب الوطني في الانغولا، قالوا انه ذاك القلب هو اثقل شيء، قال لي قطيت جبرته دائما نقلبوا ذا يقر القطو عدلونا مشجعين في الانغولا. طبعا المشجع ما قطوا تخلفوا عن المرابطون ابدا ولا ظهر لي منهم لا يتخلفوا ما هو شيء. وقع احد المشجعين في مدينه نواديبو وقال لهم سومنين قاسوا بعد ربما في بعض. للامانه انا نعرف زمن محمد عودي، عرف محمد قاطن قال لك ان الواحد فيه فرق شغل صلحك. نعرف زمن كنا واحد اللي تكتب على المنتخب ان انت تواكب وان تسافر حتى وراي، قال لك فلان الواحد فيه فرق شغل ما مشاد عليه من كره القدم، دارك عاد روايه اخرى، عاد بزنس، عاد تجاره، عاد راس مال، عاد شيء على البلد هون بلدان يا اخي، عاد احسن سفير، احسن بطاقه تعريف.
هم بلدان ما ينقالك وزيرها ولا رئيسها ولا فلان. البلد كذا فيها لعب كذا، البلد كذا خط حقت فيها نادي كذا، البلد حقت تأهل للبطولة كذا. ذاك موريتانيا ومحمد كما قلت لك، نحن ذاكم حديث وسائل الإعلام الموريتانيين، تويتر، فيسبوك، جميع الوسائل الحديث عن موريتانيا وتأهلها الأول مرة. وحتى أنك ذاك عاد الحمد لله 5 منتخبات عربية، وفم سادس منتظروه طبعا لا ينعد خلفه فر هو ليبيا، مباراته الحاسمة أكيد في مجموعة فيها في جنوب أفريقيا وفيها نيجيريا. محمد ذي نقط سطر من بداية صفحة جديدة في كرة القدم الموريتانية بعد هذا الفوز اليوم والتأهل أمم إفريقيا. شوف، هو هذه مرحلة نحن نعيشها حالا، من حقنا نفرح بها، من حقنا يا غير مولدي نتجاوزوها، من واجبنا، من واجبنا نتجاوزوها. الشورى لحظة أكبر إن شاء الله، أكبر طموح الآن، الأحلام لا تتوقف، الأحلام تستمر. طموح الآن والهدف هو عنا نحضره بشكل ممتاز، عنا نشتغله بشكل متقن، من أجل عنا نفرح الشعب الموريتاني مرة أخرى، من أجل أننا نرجع ونفرحه، ومن أجل مولدي عن المشاركة ترجع للأمة الموريتانية والدولة الموريتانية والشعب الموريتاني بعوائد اقتصادية. تكيف ما تعرف كرة القدم لم ياسر من دول العالم اليوم هي اللي حركت اقتصادها. اليوم يدور العالم والإعلام يتوجه الشور موريتاني، يدور الأندية الكبرى تتوجه الشور موريتاني، يقولوا هذا فيهم لاعبين صنعوا إنجاز المنتخبهم، معناه عنهم ثم حدين آخرين يقدروا يصنعوا لنا نحن إنجازات لأنديتنا. هكذا هي كرة القدم، تبدأ هكذا، إلينا تضحي تجبر نتيجتها. ونحن الآن طموحنا وهدفنا والمشروع اللي عندنا في المستقبل هو العمل بشكل متقن، وهو نختار مولدي. أنا مولدي بالمناسبة غض النظر عن جميع الآراء المختلفة، نشكر الدولة وخاصة رئيس الجمهورية على الدعم اللي قطعا على كبير وواضح للمنتخب الوطني في السنوات الماضية. ما قط نحن منتخبنا ما قط سافر، ما هو في أحسن الظروف ويقيم في أحسن الفنادق في العالم ومحاط بعناية تامة، ولا قط تأخر ولا قط خلقت فيه أي مشكلة. هذا هو اللي ساعد الاتحادية في عملها اللي عدلت، وطبعا عملها مخطط وممنهج وله عمل عشوائي وأعطى نتيجته. بالرغم من الانتقادات كاملة تنقال اللي كيف ما تعرف متابعها واللي تمس أحيانا الأشخاص وتمس حتى والديهم، رئيس اتحادية شخصيا ابتسمت مرة والدته بالكلام، وهذا أنا عشته وعشنا اللحظات، وأنا من نفسي كعام كموظف من الاتحادية عشت هذا النوع اللي هو من النقد. غير اثبت اليوم على إن كان فهم عمل متقن به النتائج ما تأتي بصدفة طبعا، ما تجيبها الصدفة طبعا، لا واضح لأنه كان ثمرة عمل متقن مؤمن به مادة واقفة وراه وجاد عليها وأعطى نتيجة. وكيف ما قلت لك الأهداف تكبر وتنمو، وإحنا أهدافنا أكبر إن شاء الله ندور نحققها. شكرا لك بشير. ليلة قال الحمد لله رانا مستمرين فعنا نعيش لحظة الفوز والفرح، وإن شاء الله تعود انعكاسها طيب. نحن كنت قلت بيدي يوم 20 في متى مباراة مصرية 25 في الشباب المنتخب الأولمبي 20 الأولمبي لدينا 25 كينغ واكشوت في الكونفدرالية الإفريقية، لدينا 28 لدينا أفسي نواذيبو في دوري أبطال إفريقيا. مسيرة كرة القدم الموريتانية مستقلع كراع تدير كراع قدامه هكذا، ونهنئ الجميع أحداث متلاحقة. شخصيا اسمح لي نهنئ الجميع خصوصا زملائي في الحقل الإعلامي، زملائي في الصحافة الرياضية في النقاط. محمد النداح قال أنه انتقده صحيح، أنا ضد الانتقاد الجارح ولا نتذكر حمد مولانا ولا نمهله لقير في المتأكد من النقد البناء أنه أكيد ضروري في تغلب على النواقص وزيادة، وأكيد اللي جبرنا أذان ساغية للنقد، النقد بناء أقصد طبعا ما هو الجارح. مبروك لكل الموريتانيين، مبروك للاتحادية الموريتانية لكرة القدم، رئيسها، جميع المكتب التنفيذي، الجهاز الفني، المدرب، اللاعبين، أسر اللاعبين، الإعلام الرياضي المكتوب، جميع المدونين اللي كانوا اهتموا قبيل مع صباح سابق يبدأ ماتش الراعي فحدين يقولوا نتمنى الفوز لبوتسوانا. ما نعرف سمحي لي موريتاني يقول لي وما ندان بهم لا ذلته بهم لا الخوف ما أدري ما فهم موريتاني ربما للسياسة ربما لأن رئيس الجمهورية حاضر المنتخب موريتاني المنتخب الجميع لا 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 في الأخير مبروك لكل موريتاني. هذه الفرحة الليلة والتأهل
التاريخي لموريتانيا لكأس أمم إفريقيا. مبروك لموريتانيا، قمة وقاعدة، مبروك لموريتانيا في مختلف مناطقها، قراها، بلدياتها، مقاطعاتها وولاياتها. مبروك لكل موريتاني خارج موريتانيا، مبروك للجالية، مبروك للاعبين، للاتحاد الموريتاني لكرة القدم، لكل طواقمها إدارة وعمالا. أهدتنا هذه الفرحة الليلة، المستمر الاحتفال بها في مختلف مناطق موريتانيا وهنا في العاصمة نواكشوط. لهي نتواضع معكم، نأمل لقاء بكم إن شاء الله في فرحة أكبر. صحيح. وأكبر ليلتكم سعيدة ودامت ابتسامتكم.